التقصيرات الزوجية هي إحدى العوامل التي تؤدي إلى الخلافات بين الأزواج، وقد تتفاقم تلك الخلافات لتصبح نزاعات مستمرة، والتي قد تتحول إلى حالات من الانفصال أو الطلاق. ويوجد العديد من وسائل الإصلاح تفادياً لتلك النزاعات أو المحاكمات، مثل التوفيق والتيسير والوساطة، وذلك بهدف إعطاء الفرص اللازمة لاستعادة وإحياء الوفاق الزوجي لتلك العائلة التي نشأت وبوركت وترعرعت في حضن الكنيسة. وقد أعددت لكما أيها الزوج وأيتها الزوجة طريقة بسيطة بثلاث خطوات يمكنكما اتباعها معا إذا اتفقتما دون توتر، دون نزاع، ودون إلقاء اللوم أو المسؤولية على أطراف خارجية. إذا اتفقتما على ذلك يمكنكما معا اتباع الخطوات التي ستظهر الآن كما أنني قد أضفتها إلى الكومنت. يا سيدة العائلة صلي لأجلنا، أيها القديس يوسف صلي لأجلنا.